أعزائي المشاهدين مساء الخير وأهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم مصر اليوم كما تعودنا أعزائي المشاهدين نبدأ حلقاتنا بكلمات المولى عز وجل ربنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين إيه رأيكم وانا طالع حاطط عمل إيديا كده مؤدبا مؤدب مهذب الحمد لله الحقيقه في هذه الحلقه أنا هتكلم على موضوع قديم ولكن مرتبط هذا الموضوع بما يحدث اليوم على أرض الواقع وخاصة أن هناك تبادل اتهامات بين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية على لسان ترامب بأن أوباما ووزير خارجيته اللي هي السيدة كلينتون كانوا رعاه للإرهاب وهم اللي انشأوا داعش في منطقة بلاد الرافدين اللي هي العراق وسوريا علشان كده لازم احنا نتكلم من الأول، والكلام اللي هقوله ده معلومات لحضرتك، ثقافة تعرفها، أنت تعلم ان في حاجة قلبت العالم اسمها احداث الحادي عشر من سبتمبر احداث 11 سبتمبر سنه 2001 كان جورج بوش او جورج دبليو بوش الابن جورج بوش الابن اللي كان شكله جميل ده كان هو رئيس امريكا ممثل عن الحزب الجمهوري ودلوقتي السيد ترامب هو رئيس أمريكا الممثل عن الحزب الجمهوري في عهد بوش الإب تم صناعة ركز معايا عشان بس تفهم عشان ما سيبش الحلقة وما اه تم صناعه أحداث 11 سبتمبر من خلال برجي التجارة العالميين العالميين في أمريكا طيب من الذي يملك برجين التجارة العالميين اللي في أمريكا ملك مين ركز معايا علشان انا بتكلم كلام لابد ان يتفهمه كل من يسمعني سواء مشاهدين سواء ناس عادية سواء ناس مثقفة سواء ناس لا في التحليل السياسي سواء ناس من رجال أجهزة الأمن والاستخبارات العربية لازم تسمعوني برجاء التجاره طبعا الكلام ده انا قلته مره قبل كده ولكن ممكن يكون فات في وسط الكلام ما حدش خد منه وقلته من هنا من على منبر قناه الحياه ولكن ارجو التركيز اسمعوني ركزوا معايا ارموا لي ودنكم وعينيكم عشان كلام هنحتاجه برجاء التجاره الذي يملكهم عائله روك فيلر عائلة مين؟ عائلة روك فيلر ومن هي عائلة روك فيلر؟ هي إحدى العائلات اليهودية الأربع الكبار اللي هم بيسيطروا النهاردة وبيملكوا النهاردة وبيتحكموا النهاردة فيما يزيد عن سبعين في المية من اقتصاد الأرض احنا عارفينهم طبعا العائلات الاربع اعيدهم تاني ولا حفظناهم ما فيش مشكله ذكر ان الذكرى تنفع المؤمنين وانتم مؤمنين وكتر التكرار بيعلم الشطار وانتم شطار روتشيلد عائله روتشيلد وهي زعيمه العائلات عائله روك فيلر وهي نائب زعيم العائلات عائلة دي بونت وعائلة مورغان والأربعة متجوزين من بعض مناسبين بعض في مطلع القرن العشرين قرر زعيم عائلة روكفيلر بناء برجين هم أكبر وأعلى برجي في العالم فبدا يبنيهم في مطلع القرن العشرين وانتهى منه يعني نقول في حوالي 1930 تقريبا كانوا شغالين تقريبا لما اتضربوا اتضربوا في 2001 في سبتمبر 2001 وعلى ما اتصور ان هم بداوا العمل الفعلي برجات التجارة تقريبا برضو والله اعلم ما كنتش غلطان في سبتمبر من عام 1931 في سبتمبر من عام 1931 واتضربوا في سبتمبر 2001 70 سنه يعني عمرهم والشهره العالميه اللي خدوها ووضعهم كمركزي للتجارة في العالم من خلال المؤسسات والشركات اللي كانت موجودة في البرجين سبعين سنة الاتحاد السوفيتي ركز معي انشئ بعد الثورة البلشفية برضه في مطلع القرن العشرين في مطلع القرن العشرين وانهار في 1990 بالضبط قعد 70 سنه الاتحاد السوفيتي قعد كم سنه؟ 70 سنه وطبعا سبعين سنة في عمر الزمان لدولة يعني ما حصلش مش موجود الاتحاد السوفيتي قعد عمره اللي كان بيمثل القطب الشرقي ويتزعم حلف وارسو خلي بالك قعد سبعين سنة تفكك الاتحاد السوفيتي وانهار في 1990 نطرح من 1990 يبقى انشئ عشان يبقى عاد 70 سنة في 1920 متواكب مع البدء في انشاء مركزي التجاره العالميين في الولايات المتحده الامريكيه، واللي تقريبا بدا بالفعل بنائهم والتنفيذ في بنائهم في 1925 تقريبا. عمليه لابد ان نتوقف امامها بقوه، وان لم نتوقف امامها فنحن فشله. فنحن فشلة اه يوم 11 سبتمبر 2001 اتعملت عملية برجين التجارة ودخلت الطيارات في الابراج وبتاع وكلام من ده واللي عمل هذه الحدوتة وأعلن عن من هم اللي عملوا هذا العمل الارهابي الذي ادى الى انهيار برجية التجاره هم فريق من تنظيم القاعده بقياده اسامه بن لادن وما هو تنظيم القاعده؟ هي جماعه اسلاميه متشدده كانت تحارب الاتحاد السوفيتي في افغانستان وذهبت الى افغانستان لكي تنضم الى المجاهدين الافغان في حربهم ضد الاتحاد السوفيتي يبقى المجموعه دي تم ارسالها الى افغانستان لكي تتدرب تدريبا عمليا على فنون الحرب والقتال لكي تكون هي المسؤوله عن انتشار الارهاب في الوطن العربي وتجهيز وتحضير الاسلام يبقى تنظيم القاعده كان هو المسؤول عن تجهيز وتحضير الاسلام الاسلام ليكون هو العدو البديل للاتحاد السوفيتي لازم يكون في عدو الاتحاد السوفيتي انهار 1990 بعدها ب 10 سنين 11 سنه ظهر العدو البديل من هو العدو البديل؟ الاسلام المتشدد الذي يمثل اغلبيه المسلمين من وجهه نظر الاعلام الغربي والمحللين السياسيين الغربيين والمستشرقين الغربيين طيب قبل هذا الحادث بعشرين سنه ركز معايا قبل حادثه سبتمبر بعشرين سنه بالظبط كان اغتيال الرئيس الشهيد البطل محمد أنور السادات صاحب وقائد انتصار اكتوبر وصاحب وقائد انتصار السلام ركز في اكتوبر واحد اكتوبر وسبتمبر شهرين ورا بعض طيب أنور السادات وصل إلى مرحلة أن الشعب الأوروبي والشعب الأمريكي كان يعتبر السادات نبياً للسلام. شايف الشعبية والجماهيرية والشهرة الرهيبة التي حصل عليها أنور السادات في أمريكا وأوروبا كانت عاملة إزاي؟ فقتل السادات و واغتو... تم اغتياله في اكتوبر 81 ليكون خبر اغتياله هو اشهر الاخبار واكثرها متابعه من الشعوب الاوروبيه والشعوب والشعب الامريكي ومن الذي قتل السادات؟ تنظيم جهادي فيه مين؟ فيه ايمن الظواهر فيه مين ايمن الظواهر صناعه بقى طلع ايمن الظاهر راح افغانستان بقى هو نائب مين النائب بتاع مين بتاع اسامه بن لادن يبقى أسامة بن لادن ز... أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة النائب بتاعه أيمن الظواهري هو نفسه أيمن الظواهري الذي اتهم في اغتيال الشهيد البطل محمد أنور السادات صناعة ماشية صناعة الحدث متركبة لكي يخرج ويكتب ويُرسخ في أذهان الشعوب في أوروبا وأمريكا والبلاد العالمية أن الإسلام هو العدو ولا بد من مواجهة العدو فكانت أحداث 11 سبتمبر قال لك المسؤول عنها تنظيم القاعدة الذي خطط لها أسامة بن لادن وأيمن الظاهر تركيب اه طيب اتضرب برجين التجارة في عهد مين في عهد الحزب الجمهوري طيب لما اتضربوا اتضربوا ازاي كل وسائل الاعلام الالمانية وبعد كده عدد كبير جدا من وسائل الاعلام عملت تحقيقات استقصائية حول هذه العملية فاتضح انها كانت عمليه مدبره مشتركه ما بين تنظيم القاعده وما بين المخابرات الامريكيه السي اي اي لان قبلها يوم 9 سبتمبر تم طلاء الاعمده الخرسانيه الرئيسيه في البرجين بدهان معين هذا الدهان يؤدي الى انصهارها فور ارتطام اي جسم بها فتنهار وتنزل عامله زي البودره. زي ما حصل في برجين التجاره. وكمان وسائل الاعلام العالميه قالت لك ان في هذا اليوم لم يكن هناك موظف امريكي يعتنق الديانه اليهوديه نهائيا بين الموظفين بينما اغلب الموظفين يا اخويا اللي كانوا شغالين في الشركات العالميه دي يا اخويا يهود امريكا مين اللي قال له جالهم حلم جالهم منام جالهم هسهس قال لهم اطروحهم هيتضربهم هتحصل عمليه طيب والحمايه حمايه اجهزه الدفاع الجوي التي تحمي سماء الولايات المتحده الامريكيه بنظام السنسور يعني بنظام الخلايا الحساسه اول ما تلاقي طياره انحرفت عن طريقها اللي مرسوم لها من اول ما تطلع من المطار بتطلع عليها الصواريخ اوتوماتيك تضربها وتوقعها كانت فين يابا الصواريخ دي؟ وكان فين الحساسات دي وكان فين نظام الحماية الدفاعية الإلكترونية الجوية ما كانش موجود زي ما اتضربت أرامكو كده ولها إيه نظام دفاعي إلكتروني بالك ده بالك يا حسنية ركزة داليا جرياسه هي ما تسمعي بقى وانت يا ست شيري قال معاي معايا وانت يا جهاد خليكي معايا مهم اتعملت واتنصبت العملية ولبسها مين لبسها الأغبياء الذي تم إدارتهم عن بعد تم إيه إدارتهم عن بعد لينفذوا لي هذه العملية بينما الذي خطط وفتح الأبواب وسهل المأمورية وأدى إلى نجاح العملية هي العائلات الكبرى التي تدير الأرض من أمريكا والتانيين فاكرين انهم انتصروا بقى وكانوا مطلعين لك ورقة كده يقولك وعلى جرف نار اي تهجيص جهلة ده انا بحكي لك حواديت الجهل فهم لم يحللوا لم يحللوا نتائج حرب اكتوبر ورد فعل العدو عليها قال لك انتصرنا في اكتوبر سلام عليكم تربتت انتصرنا تربتت انتصرنا ما هو ده شغل الهبل وشغل الناس العبيطة شغل الناس الجهلة التي لا تقوم بتقييم الحرب بعد انتهائها سواء كنت منتصر أو مهزوم هم قيموه واشتغلوا في أطر أخرى بعيدا عن حمل السلاح وقبلوا معاهدة السلام لأنهم يعلموا أن الحرب القادمة مع مصر فيها هلاك ليس لمصر. وتم تحذيرهم من أن تكون هناك حروب مع مصر. تحذير ديني. فاشتغلوا بقى بعدة طرق منها أن هم اخترقوا التعليم في مصر. واخترقوا اشياء كثيره عن طريق ما يسمى المعونات الخارجيه خلي بالك عن طريق المعونات استغل احتياجك وفقرك ودخلك عن طريق المعونات ولعب في حاجات كتير كان احد اهم اسبابها ان تحقق نتائج ان هذا العدد الكبير من الشعب المصري يبقى عدد في الليمون ثقافه مخربه طبعا واخترق الثقافة تعليم مخرب رأي عام مهلهل إعلام مخرب ينتج عنه أسرة مفككة من خلال المؤتمرات العالمية وعمل المرأة إلى آخره من العناوين البراقة التي تؤدي إلى التفكك الاجتماعي وتفكك المجتمع المستهدف وتم خطة يتوارثها الاجيال منذ عام 1725 تنتهي بملك الارض ومن عليها خلي بالك وتم ضرب برجين التجاره رد فعل الامريكي بقى بتاع بوش حزب الجمهوري خلي بالك العمليه وفقا للطبيعه طبيعه خالص يعني مفيش فيها اي قلاع يعني وكانها طبيعيه من عند الله كده اللي طلع والمتسبب هم مين المتطرفين المسلمين اللي موجودين في افغانستان يعني لما يطلع عمنا بوش عشان يضرب ويعمل حرب يضرب فين افغانستان والاسلام المتطرف والمجاهدين والارهابيين فين في افغانستان قال لك لا نضرب العراق ليه؟ قال لك لان العراق عندها اسلحه نوويه وهي اللي سخنت الناس دي واستخدمتهم قبلها يا استاذ كان هناك فيلم فيديو تم انتاجه في هوليود وتم تسويقه فيديو فقط حول صدام حسين وهو قاعد في غرفه عمليات عسكريه بيدوس على زراير وعلى صواريخ هذه الزراير والصواريخ بتضرب امريكا وبتضرب معالم كبرى في امريكا احداها برجي التجاره العالمية الفيلم ده أنتج سنة كام وتم تسويقه سنة كام أنتج في سبعة وتسعين أنتج في ستة وتسعين وتم تسويقه ما بين سبعة وتسعين إلى سنة ألفين وبعد كده اختفى فترك في الأذهان لدى المتابعين والمشاهدين في أمريكا وفي أوروبا وهنا في الوطن العربي ان صدام حسين لديه القدره ولديه القوه العسكريه التي تسمح له بضرب امريكا ويمتلك من الصواريخ ما هي قادره لعبور القارات بفيلم فيديو انتجته هوليود خلاص الفيلم ده انا شفته عند الدكتور شيرين حسن عباس حسن عباس صاحب أحد مط... آه مصانع الأدوية في الإسكندرية عزمني في يوم على فنجان قهوة وقال لي تعالى اقعد بقى ما افرجك على الفيلم ده فقعدنا نتفرج على الفيلم مدته ساعة ونص بيرسخ لك هذه العملية والكلام ده كان سنة 98 بالظبط وأتمنى أن الدكتور شيرين حسن عباس يكون سمعني ويكون مازال محتفظ بهذا الفيلم عنده في المكتبة بتاعته علشان نعرض لحضراتكم او نقوم نعمل له مونتاج ونعرضه لكم في مده سبع دقائق بعد كده كان احداث برجين التجاره احداث برجيه التجاره ولبس الاسلام لكي يرسخ لدى اذهان وشعوب الارض ان العدو هو الاسلام من الذي دعم تنظيم القاعده ومن الذي فتح الاتصالات مع تنظيم القاعده ومن الذي قام باداره تنظيم القاعده عن بعد ومن الذي خطط ودبر ونفذ بايدي الجهلاء هي المخابرات الامريكيه السي اي ايه اي وده مش كلامي ده كلام كل وسائل الاعلام العالميه التي قامت بعمل أفلام وتقارير استقصائية حول هذا الأمر. جه ترامب قال لك ده الذي صنع داعش هي السيدة هيلاري كلينتون. طب من أين جاءت داعش؟ جاءت من تنظيم القاعدة. طب من الذي صنع تنظيم القاعدة؟ وتعامل معاه كل الرؤساء الجمهوريين من قبل بوش الابن ومنذ أن دخل الاتحاد السوفيتي أفغانستان خطة كبيرة وإحنا نايمين بناكل رز بلبن مع إيه؟ مع الملايكة يا ولا فاهمين حاجة بعد أحداث برجيه التجاره العالميين بدأ يطلع رأي عام عالمي يقول لك ايه؟ العالم قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر والعالم بعد أحداث العش الحادي عشر من سبتمبر. العالم قبل 11 سبتمبر ما كانش عنده عدو الإسلام إنما بعد 11 سبتمبر بقى الإسلام هو العدو ويحارب من خلال استخدام الجهلاء وك... وبص بقى وكما تم استخدامهم بطريق وبنظام الاداره وبعلم الاداره عن بعد علشان يعملوا عمليه 11 سبتمبر تم استخدامهم علشان يعملوا كل العمليات اللي حضراتكم شفتوها من بعد 11 سبتمبر وحتى هذه اللحظه وحتى هذه اللحظه بنظام الاداره عن بعد فلا فرق بين الحزب الجمهوري ولا الحزب الديمقراطي في الولايات المتحده الامريكيه فيش فرق بينهم في عمليه التعامل مع الاسلام المتشدد وتجنيد عملاء فيه ومن خلالهم يتم اداره ما تبقى من جماعات بنظام الاداره عن بعد علشان له وقته هيتم استخدامه فتواكب استخدامه مع ما يسمى بصورات الربيع العربي التي عرفت بحروب الجيل الرابع أيوة عملية ماشية متسلسلة وظهر الإسلام السياسي الإرهابي وتم تدعيمه لكي يتولى السلطة والحكم ليه بعد الرحلة دي ليه طب هم عارفين هم أعدائهم آه حتى يعلم العالم أن أغلب قيادات الدول العربية من تونس إلى آخر الدنيا هم من قيادات التنظيمات الإسلامية المتشددة التي هي عدو للعالم فعندما يتخذ قرار الحرب ركز معي فعندما يتخذ قرار الحرب ضد هذه الأنظمة فهو له سبب لأن دي كلها أنظمة إرهابية شايف صنعوها إزاي شايف حضرتك السبب إن كان كلينتون وأوباما بيدعمهم جماعة إخوان الشيطان في الوطن العربي كله ليه؟ عشان بعد ثلاث اربع سنين يبقوا اعداء فيتضربوا ويتم احتلال الوطن العربي لم يكن في الحسبان الشعب المصري اسمع الكلام اللي بقولك عليه وبحق الله لا لان انا خايف ان الموضوع يتكرر بتكلم بصراحه خايف ان الموضوع يتكرر ما علينا في بعض الدول العربيه طبعا عندنا لا في مصر لن يقرر اطمئنه خالص نهائي وانا بقولها لكم وهذه نبوءه او تحليل او توقع ايا كان مني في مصر لن يتكرر ولن يصل الاسلام السياسي مره اخرى الى حكم مصر نهائيا طيب تمت الصناعة وتم اقحام ودخول وتسلله من خلال ما يسمى بثورات الربيع العربي التي هي في حقيقة الامر ثورات خريف عربي اسقطت اوراق كافة الدول التي دخلتها اصبح الامر مناسبا وتم تحقيق الهدف ونجحت الخطه ولكن لم يكن في الحسبان زي ما انا قلت الشعب المصري فظهر الشعب المصري وانطلق وخرج بالملايين المملينه ملايين في الشوارع من اسوان لاسكندريه ومن بورسعيد لمطروح اطاح بهذه الخطة هو ما قطعش بجماعة إخوان الشيطان من حكم ماس لا ده ضرب ودمر وأطاح بتلك الخطة فلا بد من إعادة الحسابات والترتيبات إحنا قعدنا نهلل ونجحنا ثلاثين ستة ونجحنا وإحنا دلوقتي ناجحين شكرا. وعملنا نفس اللي عملناه في 73. ها؟ عملنا نفس اللي عملناه في 73، قعدنا نرقص ونزغرط تربت تو تربيت تي تربت قا وشكرا. ولم نقوم باعاده تقييم هذه الحرب التي غير فيها الشعب المصري مجريات الاحداث وغير فيه الخطه فانهك عدوه وجعله يعيد ترتيب الحسابات بخطه جديده وانا سميتها لحضراتكم وقعدت شرحتها لكم علشان هي رمز هي رمز لهذا الامر وهي حروب الجيل الخامس بينما هي إعادة ترتيب الأوراق من أجل إعادة الالتفاف على الانتصار الذي حققه الشعب المصري لكي يتحول من انتصار إلى هزيمة وأنا قلت بعد ثلاثين ستة إن معركة مصر القادمة هي معركة اقتصادية وهذا ما حدث وما تعيشوه اليوم هي معركه اقتصاديه ولكن وللاسف الشديد لم نقم بتقييم تداعيات الانتصار ومتطلباته ولم نضع قواعد واسس دفاعيه للدفاع عن هذا الانتصار وحمايته من الاختراق ما حصلش نفس كل ما حدث بعد حرب اكتوبر من تصرفات وافعال وسياسات، كل حاجه اتعملت بعد انتصار 30 ستة. بل الاخطر ان في اكتوبر بعد انتصار اكتوبر لم يكن هناك قنوات فضائيه ولم يكن هناك اعلام الكتروني. ولم يكن هناك تطورا رهيبا في وسائل الاتصال والتكنولوجيا العالميه ولكن تم التعامل من خلال المعونات المعونات اللي بنحصل عليها تم اختراقها زي المعونات من دول بقى انا مالنا؟ انت جايلك من المانيا معونه جايلك من كندا معونه جايلك من فرنسا معونه من انجلترا معونه من هنا معونه من هنا معونه وانت فرحان بالمعونه بينما المالك للبنوك المركزية جميعها في تلك الدول هي العائلات الأربع روتشيلد وروكفيلر وديبونت ومورجان في كندا البنك المركزي الكندي في أمريكا البنك المركزي الأمريكي أه؟ في فرنسا في إنجلترا في ألمانيا في سويسرا في السويد كان عندنا معونه جايالنا لوزاره الري خلي بالك لعمل الصرف المغطى للاراضي الزراعيه في مصر كانت معونه فرحانين بيها هو طبعا مش هيديك كل المعونات فيها اختراق يعني لازم يدي لك تلاته سلام وجواهم واحده مش سليمه وهذا ما تم في خلال عهد الرئيس الاسبق حسني مبارك بالحرف، الاختراق. نتج عن هذا الاختراق تفكك وتراجع في درجه الترابط الاجتماعي داخل الاسره المصريه. من خلال اختراق ثقافي فيما يسمى مؤتمر المراه والسكان الذي عقد في القاهره والذي رفضه فضيله الامام الاكبر شيخ الجامع الازهر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق رحمه الله هو كان برفضه من وجهه نظر الدينيه انما اين السياسيين لا سياسيين اخترق التعليم في مصر من خلال المعونه الكنديه وسيل بقى من المعونات الكنديه عندك بقى معونات جت من دول تانية كانت سليمه هو كان بيستهدف حاجات معينه الاسره والتعليم والاعلام والتلاتة جالهم معونات فالمعونة الألمانية القادمة إلى مصر وكانت منح لا ترد كانت من خلال مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني اسمها إيه؟ اسمها كونرد وفريدريش نومان وفريدريش ايبرد وبيصرفوا بقى وياخدوا العيال يفسحوها ويدوها بكوت ماني المانيا ويدوها سويسرا ويدوها العيال فرحان العيال الاعلاميين الشباب الجداد اللي طالعين فاخترق الاعلام من خلال المعونه كانت بدايه اختراقه ثم بعد ذلك او او متواكب معاه بالظبط اختراق التعليم من خلال المعونه الكنديه وبياخدوا المدرسين بقى ويفسحوهم ويضم ايطاليا ويودوهم فرنسا مش عارف ايه الهدف ان هو يبهرك علشان لما تبهر تقول ده الناس دي بتتكلم صح والناس دي بتعمل لمصلحتنا وهي اداره عقليه للمخ عن بعد في كتاب عمله احد العلماء تقريبا الأمريكان اسمه كيفية إدارة المخ قريت أنا كل الكلام ده. خلي بالك اسمع يعني ثم كانت الأسرة دخلك بقى من خلال برامج تنظيم الأسرة والمعونات الأجنبية في تنظيم الأسرة طب هو عايزك تنظم الاسره ليه هو يعني بيحبك للدرجات دي وخايف عليك يا ولا ومش عايز عدد السكان يزيد علشان خاطر الاقتصاد ينتعش ودي طبعا معلومه غلط غلط في غلط بنسبه 100% ليه احنا عندنا الصين والهند نماذج اهي الصين مليار ودخله على على مليار ونص ما بتعملش تحديد ده لسه بادئه تعمل تحديد ناس من ثلاث سنين أو أربع سنين إذا إن تعداد السكان ليس عائقا أمام التنمية الاقتصادية أو زيادة التعداد السكاني ليست عائقا أمام التنمية الاقتصادية بشرط هو الاستثمار البشري أن يتحول السكان إلى ثروة قومية منتجة من خلال الاستثمار البشري ومن خلال الاستثمار في مجال التنميه البشريه لكي يتحول السكان الى سكان منتجين ينتجوا السلع والخدمات وكافه انواع الاستهلاك كافه انواع الاشياء التي يتم استهلاكها وتصدر انما ما جاب لك البرنامج ما جابلكش برنامج للتنميه البشريه ما ادلكش برنامج معونه للتنميه البشريه اداك برنامج معونه لتحديد النسل من خلال مشروع السكان وتنظيم الاسره وتنظيم مش عارف العائله اسمع يلا هو بيلعب هنا وبيلعب من الناحيه الثانيه وانت عايش في ملكوت الله بالهبتول يا عايشين بالهباتولا ولا مش عارفين حاجه والدنيا بتتضر من حوالين مننا علشان في الاخر تنفذ نبوءه النبي ويل للعرب من شر قد اقترب هياتيهم ده امتى عندما يتحولوا جميعا الى جهلاء اغبياء من اعين في براميل من الغباء المخرج شغال فصل وهو ده الإعلام اللي تم اختراقه أو عهد الله هذا هو الإعلام الذي تم اختراقه مش قضية إن الرسالة توصل لا 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 هم أساساً مش عايزين الرسالة توصل القضية هو شكل البرنامج مدته ساعتين ولا ساعة ونص الفاصل بعد 30 دقيقة فاصل تاني بعد 20 دقيقة وده هي لا تنعى لحد يفهم وده هي لا تلعن الرسالة توصل ولا حاجة خالص متاه المشاهد منه ما دي كانت تعليمات فريدريش نوما وتعاليم هذه هي تعاليم فريدريش نوما وفريدريش ايبرد وكونراد ما انا راجل اتدربت هنا ده انا اتدربت في قلب المانيا بقى ومش عن طريق مصر خالص مني للالمان احبابي على طول بل الاكثر من كده انني اتدربت كمان في الحزب الديمقراطي الالماني المسيحي خلي بالك الذي كان في الحزب الديمقراطي الالماني انا اسف مش المسيحي الذي كان يتزعمه شرويدر دربت ايام مع الشباب وتدربت في اخطر الاماكن في برنامج اسمه برنامج شباب السلام وشباب من أجل السلام كنا من أربع دول مصر الأردن إسرائيل و البلد الرابعة عن ستة أه فلسطين شباب الفلسطيني وشباب مصري وشباب أردني وشباب إسرائيلي من كل دولة سبع أفراد كان اسمه برنامج السلام أربعة في سبعة تمانية عشرين واحد وقاعد فاهم ان انا بتدرب وعارف انما بقى الجماعه اخواتنا بقى الاعلاميين بقى اللي كانوا بيروحوا فرودريش لون وده كانوا بيقول لك ده احنا بنتدرب لمصلحتنا اللي بال وانا كنت عارف ان انا بتدرب <applause> لتدميري مش لمصلحتي وهذا كان الفرق حلو انا نفسي راجل بتكلم مع حضراتكم دلوقتي مرتجلا ما بتكلمش من ورقه ولا بكتب ورقه قدامي فلما يدخل علي مخرج وانا مسترسل في الحديث عشان يقول لي فاصل وبعدين انا اتشابك معاه من خلال هذا الحوار انا نسيت انا قلت ايه لان انا مش فيش قدام مني اوتو ولا في حد بيقول لي في الاربيز لان ما فيش مخلوق يعرف انا ده طالع الحلقه اقول ايه صح والله انا غلطان انا تهت والمشاهد تاه والقصة خلصت على كده، بس أنا ما توهتش بقى. إيه رأيك؟ شفت كيف تم صناعة أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وتم صناعة "الإسلام عدو" بديلاً عن الاتحاد السوفيتي، ثم التوجه إلى العراق من خلال الفيلم اللي اتعمل خلي بالك وتوزع فيديو انا اتفرجت عليه وقلت لكم القصه دي وايه بقى؟ ضربت العراق لماذا؟ لانها هي البوابه الشرقيه للامه العربيه وهي بدايه منها خلي بالك اسمع اللي بقولك عليه وحطه في حلمه ودنك ده اهي علشان خاطر لو فكرتني بخرف يبقى انت جاهل ليه العراق؟ لان منها كانت بدايه النبوه التي تعود الى نسب ابراهيم فابراهيم كان من هناك من بلاد ما بين النهرين والنمرود كان هناك وعندما جمع الحطب لحرق ابراهيم كان هناك وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم القرآن الكريم بما معناه يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم فلم تحرق النار ابراهيم بأمر من الله لذلك كان البدء من العراق خلي بالك لان المهد للنبوه والمهد لاسحاق ويعقوب والاصباط وبني اسرائيل كان من هناك لان ساره هي ابنه عم ابراهيم عليه افضل الصلاه وازكى السلام السيده ساره هي بنت عم مين بنت عم سيدنا ابراهيم تزوج ابنه عمه وظل لا ينجب وابنه عمه عاقرا عقيم بينما سيدنا ابراهيم ليس عاقرا وليس عقيما ولكنها نظرا لانها تحملته وهاجرت معه وراحت لغاية فلسطين الأراضي يعني ما كانش فيها فلسطين أمي وراحت حتى القدس سيرا على الأقدام تحمل أنها عاقر ولم يتزوج عليه إلى أن أمرها الله أن تقول له تزوج من هاجر وانكحها فربما تلد لنا ولدا فتم وسمع كلام مراته وتزوج من هاجر وانجب اسماعيل ثم بدأت الغيره بقى عند الضراير فطلبت منه يا رب قالت له ادعي لي ربك فانت نبي ان يهبني ولدا فدعا لها ربه فاستجاب الله للدعاء فت فنكحها ابراهيم فولدت ساره سيدنا اسحاق الحدوته دي كلها مخرجها ارض العراق اللي هي المسلمين سموها العراق من 1400 سنه هي كانت بلاد ما بين النهرين بيتقال عليها كده لان كان فيها مجموعه من البلاد مجموعه من الحضارات الحضاره مش عارف الكلدانيه والحضاره الاشوريه والحضاره في اللي بتاع ده الحضاره الاشوريه والحضاره البابليه ومش يا ايه الحته دي كانت مليانه حضارات كتير قوي اه والله كل 500 ألف كيلو متر مربع يعملوا حضار وإحنا ما نعرفش إن كل دول كانوا تحت حماية الفرعون تخيل ما نعرفش ألا, ألا, في, ألا في, هذا الزمن لأن تم إيه تم تحويلنا إلى جهلاء وصدر إلينا علم فاسد علشان ما نعرفش الحياة العلمية أن مصر كانت اول امبراطورية على الارض لم تغب عنها الشمس، طب ازاي؟ قادمة من الحدود العربية الفارسية وحتى ارض فوط ثم ما بعدها ان وصلت الى المحيط الاطلنطي في ارض المغرب وموريتانيا وهذه البلاد جميعها فكانت الامبراطورية المصرية تمتد من المحيط الاطلنطي غربا وحتى المحيط وحتى الخليج العربي شرقا بكاملها وامتدت الى ما بعد ذلك ولكن انا لسه ما وصلتش اخرها كان فين علشان لم تغب عنها الشمس يعني معناها ان كانت الشمس بتبقى موجوده في امارات يعني النهار في امارات والليل في امارات اخرى شوف انا بقول ايه؟ امارات تحت ملك الفرعون وهذه الانهار تجري من تحت هقول لكم بقى بعد الفاصل علشان خاطر السيد المعد والسيد المخرج والست المنتجه الفنيه ريكو وكلهم عايزين نطلع فاصل وانا راجل اجري فهطلع فاصل رجعت لحضراتكم تاني تصدقوا بالله والله العظيم انا تعبان جدا وما اعلم بالله ربنا وحيات كتاب الله دراعي ده بينشر عليها نشران غير عادي ولو انتوا خدتوا بالكم انا قاعد عامل كده ولكن بنشتغل سببه ايه الحاله النفسيه والاعصاب نفسيه الواحد واعصابه ما عادتش متحمله خالص بامانه يعني وبعدين احكي لكم حدوته حصلت في الجزء الاولان اه والله بس ما رضيتش اتكلم شبه موضوع الكوشر بتاع قناه الفرعين كده فاكرينه لقيت واحد قاعد يا اخو على الكرسي اللي غادي ده اهو واخد وفجاه لقيته بيعمل كده وبيعمل كده انا في ايه يا جدعان حد بزغزغه قال لك لا اصل هو كان ماسك تليفون في ايه في حطه في جنبه كده ناحيه جنبه وبعدين التلفون فيه فايهريشن في ايه اسمه ايه فايهريش إيه اسمه ايه واعز اه فايبريشن معلش بقى انا راجل فلاح جاي من البلد ما اعرفش الفرق بين فايبريشن وفايبريشن اترنه بقى الفايبريشن الفايبريشن يعني ده يعني بيعمل زززز يعمل كده فقام زغزغه فقعد عمال بقى يضحك ويعمل كده ومش قادر يطلع الضحك من بقه عشان ما يطلعش عندنا هنا بقى في البتاع اه والله في الهوا بقى وفي الصوت وفي المايكات ده حاكم المايكات ده حساسه قوي بتجيب اللي من على اول الشارع فطبعا الراجل عارف وراجل شغال في الاعلام وفاه فمش قادر يلحق فانا عمل يعمل كده فانا قلت يا ربي ده في ايه هدومه فيها برغيب ده ولا ايه الموضوع معرفش اترى ان هو الفايبريشن اللي انتوا عارفينه الفايبريشن انا اسف المهم نطلع بقى نروح نشوف الصحافه واهم ما جاء في الصحافه لهذا الاسبوع من وجهه نظر الاستاذ عز انا ماليش دعوه بيه استاذ عز هو اللي شايف ها أه يلا انا في حاجه قلتها في الحلقات السابقه الناس عايزه تعرف ايه هي انا هقولها لكم قلت ان مصر ستشهد احداث جسام خلال الفتره الحاليه الناس عايزه تعرف انا هقول لك الاحداث الجسام ايه اول حدث حصل ان مصر بتتعرض لهجوم اعلامي وحمله اعلاميه ضخمه حوالين حقوق الانسان هذه احداث خلي بالك لان الموضوع ده خطير وبيتم الاعداد فيه لمصر الى يعني زي ما بيقولوا حفره منظمه خلي بالك ايه تاني يا عم توفيق؟ اه التغيرات المناخيه التي ستشهدها مصر في اليومين الجايين دول من خلال النواة على الاسكندريه ومدن القناه وكل المدن الواقعه على البحر الابيض المتوسط، حاجات ما شافتهاش مصر قبل كده. ادي الاحداث بس خلاص عرفتوا بقى؟ في حدث احتمال يحصل الله اعلم ان الارض الزراعيه السوداء سيكون انتاجها اقل هذا العام من الارض الزراعيه الصحراويه اللي هي الرمله الصفراء يعني الارض بتاع الرمله الصفراء هتجيب محصول اكتر من الارض السوداء وده تغير غريب ما بيحصلش ادي آه الثلاث حاجات اللي انا قلت عليهم ستشهد مصر احداثا جساء ما بين هذا التوقيت وما بين مطلع يناير القادم فقط غير كده مفيش مفيش عشان في ناس فهمت الكلام غلط فانا حبيت اوضح لهم واشرح لهم واقول لهم انا بقول ان هذه المنطقة انا بقول ان هذه المنطقة ستشهد حربا عالمية ثالثة ما بين عام 2020 2020 وما بين عام الفين خمسه وعشرين طيب دليلك ايه اقسم بالله تحدث تخيل بقى ان انا بقسم بالله تحدث وهذا تحليل واقعي من خلال قراءات تحليليه سياسيه ومن خلال تحليلات دينيه ومن خلال تحليلات ارتباط فكري بما يسمى اخر الزمان لدى العائلات الاربع الكبرى اسمع دي بقى. في فيلم بيتذاع في السينما المصرية دلوقتي اسمه فيلم الجوكر. أنا مش عارف إيه سايبينه ليه؟ معرفش. أهو ده أحد أدوات حروب الجيل الخامس. تخيل؟ خد عندك يا عم. يلا شوفوه بقى. في فيلم حالياً وخلي بالك اللي عاملاه اليود بتعملوا السينما الامريكيه في هوليود بتشطب دلوقتي هيتذاع واخد بالك البعض بيفكر انه خيال علمي لا ده تمهيد وترسيخ لان الجندي الامريكي هو اقوى جندي في الارض وسيحقق انتصار في اي حرب على الارض الفيلم ده بقى بإيه؟ عبارة عن بدلة 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 العسكري مصنوعة بطريقة علمية محطوط فيها مفاصل عند دي إيدين العسكري من هنا ومن هنا ومن هنا وعند رجليه وعلى صدره وعلى ظهره مزودة إلكترونيا علشان تدي الجندي الناس مفكراه ان هو يبقى انسان الي لا 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 في بعض الناس مفكره كده لا مش انسان الي ده هو بني ادم لابس بدله يعني مقاتل من لحم ودم امريكي لابس بدله البدله دي بتدي له قوه في العمليات العسكريه خارقه فبدل ما ينط متر ينط ستة متر بدل ما يجري او يمشي كيلو يمشي او يجري عشرة كيلو من خلال البدلة اللي هو لابس بتدي له سرعة في المناورة والقتال والتعامل علشان حرب المدن عشان حرب ايه المدن الفيلم ده بدات الاعلام الامريكي يعمل عنه تحقيقات صحفيه ويطلع بقى ويوضح للناس انه مش انسان الي لا ده بني ادم لابس بدله تقيه من الرصاص يعني تضرب فيه ما تضرب فيه الرصاص ما يعملش فيه حاجه وتدي له قوه خارقه فين في القتال الفيلم ده هينزل تقريبا على شهر على نهاية هذا العام أو مطلع العام القادم وهيغزو السينما العالمي وهيكون عليه أعلى نسب مشاهدة في السينما في العالم أنا بقول لك من دلوقتي زي الجوكر كده الفيلم ده هو دليلي القاطع والمؤكد على أن حرب هير مكدون في الفترة ما بين 2020 وما بين 2025 وكما ذكرت في حلقة السابقة بتاعت امبارح إن لم يفيقوا العرب إلى أمر أنفسهم فعليهم أن يتحملوا ويل للعرب من شر قد اقترب لأن هذا الفيلم مصنوع مخصوص لحرب المدن وهذا الاختراع معمول علشان يلبسوا العسكري الامريكي وكل عسكري مع الجيش الامريكي سمعتم ادخلوا على النت بقى وشوفوا الكلام اللي انا بقوله ده وادخلوا على القنوات الامريكيه وعلى الصحافه الامريكيه وشوفوا التحقيقات اللي هي عاملاها على الكلام اللي انا بقوله ده انا ما بقعدش هلفق ولا لما بضحك وبهزر وبقول كلام فيه ضحك وفيه تهريج وفيه بتاع ان انا بفوت لا لا لا, لا, لا تفهم كده يبقى انت مسافر في سته الا تلت الصبح الى الاخره وما انتش فاهم حاجه ركزوا معايا هليود سينطلق منها اللي هي معقل السينما الامريكيه التي تمتلكها روكفيلر وروتشيلد ركز معايا في الكلام فيلم عن الجندي الامريكي الخارق وهو جندي بني ادم من لحم ودم هيلبس بدله عسكريه مزوده بمفاصل اضافيه للمقاتل ومزوده بمنع للرصاص ومزوده بداعم ومقوي للعضلات يحوله الى جندي خارق لحرب الشوارع والمدن. مين اللي عمل البدله دي؟ علماء بني اسرائيل اللي موجودين في امريكا من الاخر يعني اللي صمم هذه البدله العسكريه للجيش الامريكي هم علماء يهود امريكان بس هتفهم ولا سيب لك الحلقه قوم أم امشي وهذا الكلام مش للشعب بس هذا الكلام للمشاهدين ولأجهزة الاستخبارات في كل الدول العربية. وللحكام والملوك والرؤساء في كل الدول العربية. ولازم يعرف تميم ان اول بدل هيلبسها الجيش اللي موجودة عنده في قطر. خلي بالك. اه اصحى يا عم تميم. انا بنصحك صدقني. اصحى واقعد فكر كده وابعت هات الدكتور سعد الدين ابراهيم يديك محاضره زي ماده للسيد للسد الوالد للست الوالده كيف انشئت جماعه اخوان الشيطان عام 1928 ولماذا انشاها الانجليز من خلال وزاره الاستعمارات وزاره المستعمرات البريطانيه وجهاز المخابرات البريطاني الام اي 6 وانفقت ودعمتها ماليا الشركه العالميه لقناه السويس البحريه التي كان يملكها مجموعه من البنوك المركزيه البنوك الكبرى والمركزيه في فرنسا وانجلترا اللي بيملكها اللي بيملك البنوك دي بقى عشان تعرف مين اللي كان بيملك شركه قناه السويس قبل تاميمها قبل ما ياممها الرئيس عبد الناصر الذي كان يملكها هي عائلتي روتشيلد, روتشيلد وروكفيلر ودي بونت ومورغان هم اللي كانوا بيمتلكوا شركه قناه السويس وكانوا متخفيين أو كان هاد كانت هذه الملكية تحت أعلام تحت العلم الإنجليزي والعلم الفرنسي وإحنا بينا نقول فرنسا وإنجلترا هم اللي بيملكوا شركة قناة السويس أيها الجهلاء العظام أيها الجهلاء الكبار لا تقرأوا ولا تتعمقوا ولا تبحثوا ولا تفهموا وإن قرأتم لا تفهموا وإن فهمتم لا تعملوا وإن عملتم لا تتقنوا. طيب ما هو كله بيشتغل كده من على الوش. محدش بيشتغل بضمير. عرفت الفيلم ده بقى ايه؟ المخرج بيقول لي فاصل، هنلحق تتكلم عشان اطلع فاصل. هي الحلقه فواصل. طب ما ايه رايكم اطلع اقدم الحلقه واقول بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي المشاهدين اطلع فاصل ارجع تاني مساء الخير اعزائي المشاهدين فاصل ركزتوا معايا الفيلم ده يطلع امتى طالع اليومين الجايين دول وده احد الادوات الاعلاميه لخفض معنويات الشعب العربي ولخفض معنويات الشعوب التي ستشهد هذه الحرب بأن المقاتل في هذه الحرب اللي هي معركة هيرمكدون سيكون مقاتلا خارقا وانا قايل لكم على فيلم ايه قبل قبل في الجزء الاولاني فيلم الفيديو اللي عملوه قبل ما يدخلوا العراق ويدمروها مظبوط وقايل لكم دلوقتي على فيلم الجوكر اللي هو احد ادوات حروب الجيل الخامس موجه للدول التي انتصرت في حروب الجيل الرابع ولا حياة لمن تنادي بني الأمة هل يسمعني المسؤولين هل من مستمع يستمع إلي ربك وحده أعلم وينتهي الامر بان احنا بنبهدل توفيق عكاش وينتهي الامر بان احنا بنخنق توفيق عكاش وينتهي الامر ان توفيق عكاش ممكن يجيله جلطه او سكتة قلبيه في اي وقت في اي وقت من هذه الضغوط التي احملها ولا حياه لمن تنادي بعد الفاصل رجعت لكم تاني اعزائي المشاهدين علشان اقول لكم ان ما يدور على ساحه الاعلام العربي من خلال ما يسمى القنوات الفضائيه وانا قلت هذا الكلام لما زهقت هو سكينه او هو او هو السكين الذي يذبح العرب انفسهم به انت لما تدي الواحد لعبه بتشتغل بالكهرباء وهو جاهل بتعمل فيه ايه اللعبه دي؟ بتكهربوا هي دي القنوات الفضائيه العربيه كلها ال 1430 قناه دايرتهم بيدمروا في بعض كدول بس لا ده الاول بيدمروا في مجتمعاته بيعمقوا الخلاف والاختلاف وبيكرسوا الانقسامات داخل الشعب الواحد وبعد كده بقى ايه ناس عظام بقى كبار بيكبروا يقوموا يعملوا الانقسامات والخلافات بين الدول العربيه طبعا على راسها قناه الجزيره التي لا تريد ان تستوعب رسالتي عموما انا بقول لقناه الجزيره اعتبروني جاهل وخدوا اسمعوا كلامي ما عجبكوش مول بحر وبقول للقناة العربي اسمعوا كلامي ما عجبكوش مول بحر هناك فارق بين حرية الرأي وبين الانتقاد وبين التدمير والإحراق فرق كبير قوي آه مش معنى كلامي ده إن أنا بقول لكم ما تجيبوش سيره مصر لا عادي هاتوا سيره مصر انا موجود اه ما تخافوش وانا يتابعني السواد الاعظم من الشعب اللي انتوا بتستهدفوه ما بتعرفوش توصلوا اما انا فربنا قد وهبني هذه الموهبه من عند الله والله ما اعرف هي جايه من عند ربك كده هلهلي كده وخلاص هي إيه جاكت حتى كل اللي حاولوا يقلدوني فاشل. لانهم مش فاهمين انا بعمل ايه. هم بيشوفوا الحركات والايدين والبتاع فبيطلعوا يعملوا حركات وايدين وخلاص. انما القصه مش في الحركات والايدين والبتاع. القصه في القعده على المصطبه يا وله. القصه في لبس الجلابيه والقعده مع جرايبنا مساء الفل يا عم رجب. عم رجب قاعد في المنيا الوقت بقى رايق. الموز عامل إيه يا عم راجل؟ أه والله شوفوا بقى الكلام نرجع لموضوع الفيلم اللي, اللي اللي بينتهي دلوقتي أو تقريبا هو في المونتاج في استوديوهات هوليود في الولايات المتحدة الأمريكية أه فيلم المفروض ان هو طالع على انه خيال علمي، لا هو مش خيال علم. هو بالفعل ده موجود وبالفعل هذا ما ستفصح عنه امريكا في عام 2021 2022 لكن هو متصدر لك على انه خيال علم؟ وانت تقعد تتفرج عليه لانه خيال علم؟ هو في واحد يقدر ينط 6 متر ما معقول. وفي واحد يقدر ينط من على من رابع دور مش معقول. انت بقى تقول كده وتتصور انه خيال علمي بينما هو علم من خلال صناعه البدله العسكريه اللي قلت لحضرتك عليها ومن خلال تقويه هذه البدله بمجموعه من الاجهزه علشان كمان تعطي الجندي قدره على انه يشيل ست اضعاف ما يحمله الجندي العادي. وكل ده تحسبا للجند المصري الذي ربما يشارك في هذه الحرب او اذا احتاجوا حرب شوارع في مصر. تحديدا لان هي اكبر دوله عربيه تعدادا للسكان واكبر دوله عربيه فيها مدن واكثر دوله عربيه فيها كثافه سكانيه. وانا بقول هذا الكلام دلوقتي الله اعلم بقى يشيلوه ولا يسيبوه بس انا بقول لأن أنا بإيه؟ بعمل عملية إخبار بعرفك بقولك لأن كاتم الحق شيطان أخرس نشوف مع بعض التقرير فيلم كده يعني ممكن يساعد الله اعلم هو عز بيقول هيساعد في اللي أنا بقوله سياسيون وعسكريون وإعلاميون غربيون يحذرون من حرب شاملة ويحددون أطرافها نشوف هذا الفيلم شوفوا يا جماعة أنا هقول لكم كده عناوين لأن اللي باقي من الحلقة حوالي عشر دقايق مش هتعمق في شرحها العنوان الأول ما تتعرض له مصر من حملة عالمية إعلامية ضد مؤسساتها تحت عنوان ما يسمى حقوق الانسان. الموضوع ده خطير وفي غايه الخطوره، وانا عارف بقول ايه؟ والاسلحه الدفاعيه بتاعتنا لن تستطيع مقاومه القذائف والصواريخ المنطلقه فيما يسمى بمعركه حقوق الانسان. ده واحد، اتنين عايز حضرتك تفكر كده الحرب العالمية الأولى اتعملت فين اتعملت على أرض أوروبا وغرب أسيا الحرب العالمية الثانية اتعملت برضو على أرض أوروبا وغرب أسيا فطبيعي إن الحرب العالمية الثالثة على أرض الوطن العربي وبيقولوا الشرق الأوسط ليه علشان تركيا وعلشان ايران. فالحرب العالميه الثالثه ستكون على ارض ايران والوطن العربي بكامله وتركيا وربما تمتد الى شمال الى الشمال في اتجاه غرب اسيا وان تطورت فستصل الى الولايات المتحده الامريكيه اوروبا في هذه المعركه ستنسحب يعني انجلترا وفرنسا هينسحبوا من بدايات المعركه وانا بقول لك اهو وخليك سامع اوروبا سواء كان حلف الناتو او انجلترا وفرنسا اصحاب الجيوش الكبرى هينسحبوا في بدايات هذه الحرب لأنهم هيتعرضوا لضربات شديدة مش هيتحملوا استكمال الحرب أنا بقول لك هذا الكلام تلغراف تاني اهو ثلاثة إحنا العرب إذا ما فوقناش لأمر ربنا حتى منتصف عشرين عشرين احنا رايحين كلنا في ده وسيتم القضاء على ما يقرب من اربعين في المية من الجنس العربي ان لم يزيد وسوف يعاد تقسيم الوطن العربي كاملا بعد الحرب العالمية الثالثة الى دويلات دويلات على انقاض الحرب العالميه الثالثه احنا امام مستقبل محتاج ذكاء غير عادي ومحتاج خطه اداريه غير عاديه لنا جميعا نحن العرب والى ثقافه شعوب وحكام وملوك ورؤساء غير عاديه والى انهاء العمل بسياسات سابقه لكافه الدول العربيه يعني لابد ان جميع الدول العربيه تعيد فلسفه سياساتها كامله في ناس بتعتبر كلامي قله ادب وناس بتعتبر كلامي ان انا عامل ان انا الوحيد اللي فاهم انا مش فاهم حاجه خالص بصراحه ولكن بقول رؤيه ربما تطلع صح وربما تطلع غلط ولكن لا حسابات ما يحدث على ارض العراق الان ان لم يتم الاستماع الى مطالب الشعب سيتحول الامر الى بحور من الدم وما هو مطلب الشعب هو اعاده صياغه او او عمل تعديلات دستوريه تقضي على ما يسمى بالحصص السياسيه للطوائف والاعراق نفس الوضع في لبنان اذا ما استمعناش لمطالب الشعب وعملنا تعديلات دستوريه ربما يمتد الامر الى حمامات من الدم على غرار سوريا وايضا الجزائر لان الخطر في الجزائر الان والمحك الرئيسي لدى دوله الجزائر العربيه الشقيقه الحبيبه التي اعشقها واعشق شعبها هي الانتخابات الرئاسيه في تونس ستحدث ازمات ما بين اخوان الشيطان المتواجدين في الحكم سواء كان في البرلمان أو في الحكومة وما بين الفريق الليبرالي التونسي اللي هو ضد الإخوان لأن تقريبا دلوقتي الكفة متساوية والذي يخيل إليه أن الرئيس قيس سعيد رئيس تونس إخواني يبقى مش فاهم حاجة هو ليس إخواني ولكن هو ليبرالي له ميول يسارية ومع الممارسه سيحدث صدمات كثيره جدا وبكره تقولوا توفيق قال الوضع بصفه عامه في الوطن العربي يعني وضع مصيبه بالاكتئاب يعني انا مكتئب نظرا للصوره اللي انا شايفها قدامي من الخليج العربي الى المحيط الاطلنطي عندما نجد عدد من الدول العربية تريد أن يكون هناك دولة عربية غير فاشلة وتدعم البرلمان الليبي الشرعي المنتخب نجد يتزق عليها تقارير ويتزق عليها قناة الجزيرة تعمل تقرير استقصاء إلى آخره عشان تخوف الدول دي وتخوف حكامها من إن هم يستمروا في اعاده اقامه دوله سليمه قويه متينه على ارض ليبيا. اصل اللي هم صنعوه عكس فرقتين وعكس لدى كل فرقه نزعات نفسيه وشخصيه فيها نهم نهم للحكم فشيء طبيعي والحكم ده خطير وأحد ملذات الإنسان في الدنيا هي الحكم خلي بالك الست بيبقى عندها ملذة حكم البيت والراجل عنده ملذة حكم البيت البيت فما بالك بالدول بقى فتفاجأ أن الدول العربية الداعمة للشرعية الشعبيه من خلال البرلمان الليبي يتم تخويفها بتقارير وقنوات ونلعب بقى ده خطر ما يحدث في ليبيا خطر شديد جدا 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 على مصر اللهم اني قد بلغت اللهم فشد بداتها بكلمات الله لانني اقول كلمات حق ورساله حق لا اريد بها باطل وانما اريد بها حق نعم اريد بها حق لذلك ابداها دائما بكلمات الله وبدعاء من الله اقتبس علشان اقول به بداية الحلقة أيضا أقتبس كلمات النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام من القرآن الكريم في الختام وهي كانت آيات محببة إليه وإلى قلب فأقول في نهاية هذه الحلقة إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد استودعكم في حفظ الله ورعايته على أمل أن ألتقي بكم الأسبوع القادم إن شاء الله إذا كان هناك في العمر بقية أتمنى لكم خيرا وسعادة ورزقا من عند الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتصبحوا على خير الله يديك الصح